هذه لبنة لتوسع أكبر في مجال التكامل الاقتصادي بما يتجاوز القطاع الصناعي. نقطة البداية هي القطاع الصناعي، ولكن نسعى بأن نتجاوز ذلك إلى آفاق أوسع من التكامل الاقتصادي الذي يضعنا في موقع محصن وأكثر منعة أمام أي أزمات تؤثر على سلاسل التوريد لكي تنأى بنا عن هذه السلاسل. هي مبادرة هامة للغاية، والحقيقة بأن أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والفريق الذي يقوده وزير الصناعات الحديث الدكتور سلطان الجابر مع نظرائهم وزراء الصناعة والتجارة في الأردن ومصر قد قاموا بعمل طيب للوصول إلى هذه الوثيقة، التي أشدد مرة أخرى أنها أولا لبنة للبناء عليها في قطاعات أخرى، ولكنها توفر آفاق حقيقية وجادة في مجال التكامل والإحلال والمنعة في القطاع الصناعي.